صرح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان بأن مصر بدأت محادثاتها حول خطط لبيع الكهرباء لأوروبا وأفريقيا لتستغل ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في إطار السعي لتصبح مركزا إقليميا للتصدير. وأشار سليمان إلى إجراء محادثات مع مستثمري البنية التحتية الأوروبيين ومع المستشارين وتجار الطاقة لتقييم الصلاحية والرغبة في الاستيراد من مصر، مشيرا إلى أن خط النقل سيجعل مصر مركزا لإمداد أوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل.